وبعيدا من السجالات السياسية، صرخة أطلقها الحريصون على التراث اللبناني للحفاظ على آثار العاصمة بيروت. بين ميدان سباق الخيل الروماني الذي يعود للقرن الأول الميلادي والمرفأ الفينيقي القديم لبيروت الذي يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، ويقول الخبراء أنه الوحيد الذي لا يزال موجود على الساحل اللبناني، تحولت المسألة إلى صراع مع الوقت للمحافظة على المواقع الأثرية القليلة المتبقية في وسط بيروت بعيدا عن السجال السياسي. التظاهرة اللي انطلقت بمبادرة من التجمع للمحافظة على التراث اللبناني طالبت بالمحافظة على هذين الموقعين المدرجين على لائحة الآثار الوطنية، خصوصا أنه لم يبقى اليوم سوى 6 أو 7 مواقع أثرية ببيروت القديمة من أصل 120 دمرت أو رميت أحجارها في البحر عند إعادة أعمار بيروت. هذا تراثنا بالنهاية، وإذا بدنا نخلي شيء لأولادنا مثل ما تركوا لنا مفروض نترك، شو عم نترك لهم؟ بنايات جديدة مش ايدنتيتي تبعيتنا هيدي بالمرة. يذكر الأخصائيين أن هناك 9 استشاريين محليين ودوليين رفعوا توصيات بأهمية هذين الموقعين، أي ميدان سباق الخيل والمرفأ القديم، وهم يقترحون على الحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة الاستعانة بلجنة علمية دولية بدعم من اليونسكو لتقييم المواقع وبالتالي إزالة أي شك حول ضرورة المحافظة عليها أم لا.